لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا. روحي اوعك تقرب مني عماد، اوعك. شو رشحتني وبهدلتني قدام رفقاتي واهلي؟ ليش؟ شو بدهم يقولوا عني؟ عبخونك؟ او انت بتغار؟ حبيبتي ليلى. شو ليلى؟ شو؟ لك فاتح لي اياها تحقيق وانا متهمه كل الوقت؟ خلص حبيبتي انا بعتذر مني، خلص سامحيني. كم مره بدك تعتذر مني وسامحك؟ اه؟ وكل مره بتغلط فيني وبتشك فيني؟ عم بحس حالي مسجونة متهمة كل الوقت قاعدة بالبيت، وبترجع حضرتك تسأل خدامة كم مرة حكيت تليفون ومين شفته مين اجا؟ يا بنت الحلال أنا ما عم بقول إنك مانك مظلومة معي، أنت مظلومة وأنا كل مرة برجع بعتذر، بس أنا بحبك. هاد مو حب، هاد شك، هاد ماضيك اللي ما عم تقدر تطلع منه، وأنا هلا عم بدفع الثمن. مين؟ هي رفيقتي نور يلي كنت أنا وياها بالمطعم وحضرت الخناقة تبعك. رفيقتك قلتي لي ما؟ بتعرف شو؟ هاد موبايلي خليه معك، فيه كل الأرقام، اتصل باللي بدك يا، وأنا رح أطلع من البيت، إذا بتمنعني بدي أجيب لك الشرطة. يا تعي لهون، تعي لهون، تعي لهون! عم حاكيكي؟ ليش انتي حلوة كده؟ ما بعرف، لأنك بتحبني. أنا بحبك كتير. أنا كمان. أبداً. مين؟ ماما. طب رد علي. ما بدي حبيبتي. أنا ما عم بفهم شو القسوة كلها. ما خليتها تجي على عرسنا ولا عرفتني عليها، معقول حتى ما تبارك لنا يعني؟ خلص حبيبتي غيري الموضوع. طب قلي أي شيء، فهمني شو القصة. حبيبتي من لما كنت صغير ما حسيت بحنان الأم، ما عرفته، ماما تركتني وقت ما كنت صغير، كانت على مشاكل دايما هي وبابا. ما رفقت رحت على خزانتها ما لقيت ثيابها. أنا هذا المنظر ما بيروح مذاكرتي. أنا آسفة كتير لو عرفانا هيك الموضوع وهالقد مجروح، ما كنت بفتح السيرة أبدا. يعطيك العافية يا محبي، مو انتي حتعوضيني عن كل شيء؟ بعدين بدي اياكي توعديني ابدا ما تتركيني، واي شيء بصير معك بتقولي لي.
أكيد أكيد حبيبي، أي اتنين مع بعض لازم يكونوا صفحة بيضة. كلكم مثل بعض. ليلى، ليلى أنا بعرف حالي إني غلطان وندمان على كل شيء، أنا بس بدي منك إنك تسمعيني. شو ما عم تفهم؟ عم بقول لك اطلع من حياتي، خلصنا كذب وخيانات بقى حاج. ما بدي اسمع ولا كلمة. يعني لإمتى رح ضلني هيك عم فكر؟ هو عايش حياته مسائل، لازم طلعوا مني أحسن ما أدمر حالي. ليش ما عم ترد علي؟ شو هاد كله؟ وين كان كل هالحب لما قررت تخونه؟ مو على أساس ما بتحبه؟ مو قلت باردة ما بتفهم عليك؟ ولا طعم السرقة حلو؟ خلاص اخرسي وطلعي لبرا. عم تقلعني يا حقير؟ طلعي لبرا ولا ايه؟ بعرف إذا بحاول وبتحاول كل الدنيا معي ترجعي، ما عاد ترجعي، لأن كسر كسر ومش الحال. يا لطيف شو كلفتني خيانتك يا ليلى. قال بيكرهك باردة وما بتحركي له مشاعره، مل منك ومعذبة حالك وجاي تحكي هذا الحكي؟ كذاب، كل شي عم يعمله هلأ غير كل شي كان يحكي لي اياه. روحي شوفي شو صاير فيه عغيابك، غشاش. أنا بالنسبة له كنت مجرد لعبة. خلصتي يا رفيقتي؟ هذا الحكي ما بيعني لي أبداً. خدي انبسطي فيه، نقعي واشربي ميته. كيفك؟ ما تحكي ولا كلمة كمان. أنت فيك تاخدها وتروح. يلا اسمعيني شوي، استنوني لحظه. اللي بينكسر ما بتصلح يا عماد. أنا بخاف من الخزانة الفاضي، البيت الفاضي ما بحبه، حتى الحياة الفاضية ما بحبها. بحب دايما الناس حوالي وتحديدا ليلى. أنا حاس حياتي فاضية من دونه، ما بدي أحس حالي وحيد، بخاف عليها كتير،
أنا تعبان. ما عجبتني هاللوحة، في شي ما عم يعجبني، في شي ناقص، كل لوحاتي فيها شي ناقص. الله ألف صحة يا رب. والله يا ابني زعلت من جوات قلبي على هالخبر. ليش تركتها لليلة؟ والله البنت بتنشرب مع مية العكرة. حبيبتي خلص غيري الموضوع. ماشي أمي مثل ما بدك، بس أماني إذا إلي معزة بقلبك تحاول ترجعها. على كل إن أنا زعلان منك، ست شهور بتتركيني وتروحي عبيت أخوكي، هي أول مرة بتعمليها. حقك علي، بس بصراحة أنا حسيت أنه مالي محل بحياتك. شايفة أنك مانك معتبرتيني ابني؟ لا أيوه، شو هالحكي؟ أنت ابني اللي ما خلفته، والله بيشهد علي أني بحبك قد الدنيا كلها. دايمي ما أكل شيء. الو، مرحبا نزمية، كيفك؟ كيفو عماد؟ خبريه رد على التليفون وقولي له اللي عم تساويه عيب، عيب عليه، وخليه يزور ابوه. حبيبي لا بتخليني اكذب على ابوك وقول له مانك موجود. الله يرضى عليك، بضل هذا ابوك، حن عليه وحن على حالك. ما عم بقدر، ما عم بقدر اغفر له بعد اللي صار معي. قديش كان قاسي، شو كان صار لو عاملها منيح كرمالي؟ ليكو تجوز تنتين من بعدها وطفشوا منه. بس يا ابني هذا بيضل ابوك، وما حدا بالدنيا بحبك اكثر منه. لو اللي صار وقف بهداك الوقت بسيطه، بس انا عم بدفع الثمن هلا بحياتي وبعلاقاتي. بسيطه لك ابني، هونها بتهون. ولو فرضنا قلت لك لحتى تنقذ العمر اللي جاي لازم تعيشه صح وتسامح. سامح؟ ايه؟ جربت تتواصل مع والدتك؟ بابا شخص مسيطر، كان دايما ما يخلينا نحكي مع بعض، وكان دايما يقول لي انه هي تركتك وراحت ما بدها. بس من امك ما سمعت هيك كلام صح؟ صح. بتعرف شو ظروفها؟ شو ما كانت ظروفها كان لازم تربيني لحتى 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 اكبر، يعني لازم ضل كان معي. حكايتك فيها حلقة ناقصة، أكيد في حدا بيعرف شيء أنت ما بتعرفه. حكي لك شي كلمة نظمية. مثل شو جلال بيك؟ وبعدين معه؟ بدك الصراحة جلال بيك، لا يصلح العطار ما أفسده الدهر. لما بيكون ابنك صغير تقدر تسيطر عليه، بس بهالعمر كتير صعب. الحب والسعادة اللي بتزرعهم بهالعمر تحصدهم لما يكبر، حب وحنان واهتمام. بس فيك تقلي انت يا ابو عماد شو اللي زرعته؟ الله
اللي مخنوقة. يا ربي كأنه الجو ما عاد فيه هواء. ليه والله؟ شو مو حابب تشوفني يا عماد؟ تفضل. أنا مو جاي أقعد. ولا تحاسبني على غلطة أمك. أمك هي اللي تركتك. شو يعني أنا بجبرها تاخدك معها؟ لا. مشان تعرف مين تكره. هي القصة بابا مين أكره ومين حب؟ أنا من كتر ما كرهت ما عاد قدرت أحب حدا. قصدك ليلى؟ بابا لو سمحت لا تجيب لي سيرتها. ليلى، ماما، الناس، انت لو مكذب علي كذبة صغيرة. صحيح ماما تركتني، بس لو قايلي انه هي كانت تحبك يمكن قدرت عيش الحياة صح. بابا عماد انت قوي وانت اكبر من الظرف اللي عم بتمر فيه. تماسك، ما بدي شوفك ضعيف ابدا. قوم معي خلينا نمشي شوي تحت. ايه الله يفرج عليكم ويختار لكم الخير. والله زمان يا عماد. ايه عود عود. بابا بدي اسألك سؤال وحابب تجاوب عليه بكل صراحة. تفضل حبيبي. أبوك فيني. أنا شو عملت لك يا ماما؟ شو عملت لك؟ ليش عم تعمل فيني هيك؟ بتعرفي دكتور أول ما شفتها تمنيت أركض وضمها ورجع كل العمر اللي راح، بس ما قدرت. ليش؟ خفت. كان عماد اللي جوا الصغير، تركته هو صغير، كان بحاجته وهو لهلا مو سامح. شفت دموعه؟ كانت صادقة؟ حسيت فيه. جربت تواجههم؟ مين قصدي؟ أبوك وأمك. إيه، نادية وجلال. ما بصير تقضي كل حياتك بالانتقام والرفض. الأسوي يمكن رد فعل، بس رح يجي وقت وتندم لأنك ما سامحت قبل بوقت بكير. سامح يا عماد، سامح إذا مو كرمالك كرمال عماد الصغير اللي جواتك. والله يا عماد معك حق، أنا غلطت بحقك كتير، وأنت الوحيد اللي دفعت الثمن بكل هالسنين، وهلأ صار الوقت تصلح كل شيء. نظمية! نظمية! خير جلال بيك.
وين موبايلي؟ هنيك. طلبي لي عماد خليجي لعندي فورا، بدي اياه بسرعه. خير زايد، في شيء؟ بدي احكي معه، طلبي لي اياه. حاضر. بعتي لي يلا. الو علي نظمية، شو صار معك؟ جاي؟ إلك وجاي على الطريق، بس ما قلت لي الهيئة في شيء مهم ممكن أعرفه؟ وأنت ليش مستعجلة؟ هلا بعد شوي بتعرفي كل شيء. ليه بابا؟ أنا عن إذنكم. نظمية؟ نعم. عادي. حاضر. خير بابا، شو في؟ شغلت لي بالي. أنا قصرت بحقك كثير، وأنا حاسس بالذنب. كنت بتمنى الأيام تكون أحسن من هيك. أنا منعتك عن أمك. ما خليت نادية تاخدك أبدا. محامي شاطر كتير ومصاري كتير، خليتك معي وقدرت التف على القانون وأحصل على الحضانة فورا. عماد، أنا ما عاد أقدر أتحمل أكثر من هيك، ما عاد أقدر أتحمل. وأنت من حقك تبعد، ومن حقك تتصرف بالطريقة اللي بتشوفها مناسبة. حقك يا عماد. والله يا بابا أنا بالنسبة لي ما رح أعمل شيء. ليش؟ أنا ببساطة كنت ضحية انتقام وأنانية. حبيبتي؟ إيه حبيبي. لو سمحتي نزلي اللوحة وضبيها، صار لازم نادية تكملها. تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.